السلام عليكم يا أحلى عائلة. شوفوا المشاكل. مثل ما شفتوا في أحد الفيديوهات السابقة، الذكور خربوا القنينة بتاع الماء، مشان هيك ما حط لهم قنينة لحد ما أصلحها. بالنسبة للإناث عم أتفقدها شوي شوي، أحيانا عم بلاقيهم هون مثل ما شفتوا. هلأ الوقت متأخر شوي، الساعة 7 بالليل. في الصبح أعطيتهم الأكل وأكلوه مثل ما عم تشوفوا. شوف، المهم في هذا الفيديو راح نشيلها، لأنهم لما بيشوفوا القفص مفتوح عم يصعدون عليها وعم يسقطون. المهم في هذا الفيديو راح نشوف ردة فعل لقاء الذكر أو الهامستر الأب سيمبا مع أطفاله. لأول مرة راح نشوف ردة فعلهم، وكمان راح نشوف حجمهم مقارنة مع الذكر، خصوصا هذا الذكر. خصوصا هذا الذكر هو اللي حجمه كبير. راح نشوف حجمه، هل وصل لحجم ابوه او لا. فالهمسترات اللي لسه فاضلين عندي هلا هما 2 ذكور في هذا القفص و2 إناث في هذا القفص، والذكر الصغير شوفوا ما شاء الله حجمه، هو اللي عم ياكل اكثر منهم. شو كان بدي اخبركم كمان، اخبركم انه راح اضطر اني ابيع 2 كمان لنفس الشخص يلي اخذ الهامسترات، الذكر والانثى الاول. فبده كمان، هو عنده ارانب، فمحتاج انه ما راح يقدر انه يعتني بالارانب، بس الهامستر فيه يعتني فيهم. فراح يعطيني ارنبين وراح اعطيه 2 من الهامستر، يعني راح نستبدل مع بعض الهامسترات بالارانب. راح ناخذ من عنده ارنبين وراح نعطيه هامسترين. راح اعطيه هذا الهامستر الكبير لحجمه ما شاء الله كبير. عم يعجبني هذا الهامستر، وكمان هي الانثى، هذول هم هامستراتي المفضله. بس حبيت اني اعطيه هذا اللون وهذا اللون، مشان كمان هو يكون عنده همسترات بشكل ملونة. وراح نترك هستري والذكر، وهذا الذكر راح اترك هذا الذكر. فراح هذا لسه ما سميته، ما كان بدي اسمي اسماء للهمسترات لانه عارفة انه راح اضطر اني ابيعهم، مشان هيك كنت مستنية. كوكو ما شاء الله فرو كتيف، بس صراحة أنا ما بحب الهامستر اللي فرو كتيف، ما بعرف، بحب الهامسترات اللي شكلها مثل هيك. ولسه عندنا هامستر واحد شعره كتيف واللي هو صغير. إذا زوجت مع أحد الهامسترات ممكن إنه يعطيني هامسترات بشعر كتيف. فبدي اسم لهذا الهامستر، راح أفكر في اسم لهذا الهامستر. وهذه سميتها هاسري. فالمهم من غير ما اطول عليكم، راح نجيب الذكر ونلاقيهم مع بعضهم واحد واحد. شوفوا ما شاء الله، هذا هو السبب الكبير اللي بيخليني اني ابيع الهامسترات. ما فيني اني اخليهم مع بعض، واذا تركتهم مع بعض لازم كل واحد ويقفص، وكل واحد ويقفص راح تجيني كتير صعبة شوي. المهم راح نروح نجيب الذكر. واذا كنت اول مره تشوف هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك، واذا بدك تشوف يوميات الهامستر كل يوم لازم تضغط على كبسه الاشتراك. والهون راح نبدا باول انثى ونشوف رده فعلها مع الاب. ممكن تضربه،
شوفوا كيف عم تتصرف مع هو. هلأ ممكن انه يطلب التزاوج وبما انه هي انثى، بس ما راح اسمح بهذا الشيء. ربما انه هلأ هي بتكون البلوغ عند الهامستر الانثى بيكون 40 يوم، ماني متفقدة، بس اعتقد انه راح تكمل 40 يوم في هذول الايام. خلاص هاي كانت ردة فعل اول انثى. وهاي هاستري، ايه شو عم تعمل؟ شفتوا هاستري عم تطلب التزاوج، لازم انه اشيلها هلا. يعني اذا ما كانت في سن البلوغ راح اتفقد التاريخ وراح اخبركم كتابة في الفيديو. شفتوا هي هلا اول ما حطيتها في القفص عم تطلب التزاوج. لا 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 لا, لا. يا هاستري. هلا اذا تركتهم مع بعض هاستري راح تحمل، وما فيني انه ممنوع انه الهامستر يحمل وهي لسه ما كملت 3 شهور، لانه لو حملت هلا ممكن انها تكون عندها مشاكل في الولادة، وكمان ممكن انها تاكل عيالها. فمثل ما شفتوا اول ما حطينا الانثى اللي لونها باج ما طلبت التزاوج، لكن اول ما حطينا هاستري يعني اول حركة عملتها هي وضعيت انها تفضل واقفة ساكنة في القفص. فرح نشوف ردة فعله مع الذكور. شوفوا ما شاء الله صار اكبر من ابوه. صراحة هو الفرو الكتيف مبينه انه تخين او دبدوب الفرو. شوفوا كمية الفرو، عم يتفقد اذا كان هذا ذكر او انثى. يا غبي هذا ذكر، شفتوا حجمه مبين انه اكبر من ابوه، لكن مثل ما قلت لكم السبب هو في الفرو. والاثنين عم يتفقدون هل هو ذكر او انثى. وهذا اخر ذكر. خاف من اول مرة، خلاص راح اشيله بأول ما شافه. خاف من ابوه. ردة فعله كانت كتير قوية الصراحة، راح ارجعه. وهيك بنكون رجعنا الاناث لقفصهم والذكور لقفصهم والذكر سيمبا لقفصه. مثل ما شفتوا كانت ردة فعله بتاع الذكر الاخير كتير خايف. بالنسبة للصغير اللي نحيف جدا اللي خليته في القفص لوحده، ما راح اخليه مع ابوه لانه اصلا هذاك الهامستر بيخاف. عجبهم هذا المكان، شوفوا شوفوا شوفوا. ممكن انه نخلي انابيب مثل هاي مثلا تكون واحدة بتاع الماء، ويكونوا اثنين مثلا هون يكونوا فارغين مشان هم يفضلوا يلعبون بهاي الطريقة. شوفوا. المهم اعتقد اني راح انهي الفيديو هون. مثل ما شفتوا ردة فعل الاب سيمبا كان بده يتزوج مع هاستري. وانا هاستري ما راح ازوجها مع سيمبا لانه هما الاثنين نفس اللون ونفس الشكل، لانه اذا زوجتها مع سيمبا راح يكونوا الاطفال بهذا اللون، اكثرهم راح يكونوا بهذا اللون، وممكن انه احد فيهم يكون بلون ثاني. بس راح ازوج هاستري والهامستر هذا اللون مشان الصغار يكونوا ألوانهم مختلطة بين هذا اللون والبني.
وبالنسبة لسيمبا راح أزوجه مع جينجر مشان كمان يعطيني ألوان بيج وبني. ف لهون نكون خلصنا الفيديو. لا تنسى تحط لي لايك، وإذا بدك تشوف يوميتي كتير عاملها نصر كل يوم. فأشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.